صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم بمن تسمى باسم عبد المتجلي، وإذا كان لا يجوز فهل يغير اسمه؟ ما أدري، ما ليس من أسماء الله فيما أعلم المتجلي، فلو غير اسمه يكون أحسن. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل فعل معصية ثم تاب وعاهد الله ألا يعود. قوله: فلما تجلى ربه للجبل، هذا فعل، تجلى فعل، ولا يؤخذ من الفعل اسم، لا يؤخذ من الأفعال اسم. عجب ربك، تأخذ من عجب أنه المتعجب أو العاجب، لا، غضب الله عليهم تأخذ أن من أسماء الله الغاضب، لا، ما يؤخذ من الأفعال أسماء، إنما العكس، يؤخذ من الأسماء صفات، أفعال وصفات ذات. نعم.